هنا في طنجه، طنجه اللي كتحتضن يعني بطوله افريقيا اللاعبين المحليين، انت كطنجاوي كيف الشعور ديالك والمدينه ديالك كتحتضن هذه الدوره الافريقيه؟ هذا يوم سعيد، هذا مدينه طنجه تحتضن هذا الشان هذا ديال الكوب دافريك، والحمد لله الامور كلها دايزه على ما يرام، تنظيم جيد، والسلطه المحليه جزيل الشكر لهم، وجنود الخفاء حتى هما قايمين بالمجهود ديالهم. ومدينه طنجه سعيده جدا جدا، وهذا الملعب الجميل لطنجه الكبرى ان شاء الله المغرب غادي يدي الكاس ديال الشان ان شاء الله. وعاش الملك محمد السادس نصر الله والاسره العلويه، وفيف لو ماروك، فيف لو ماروك، فيف لي افريكان. يعني انت يعني تبعتي بلا شك يعني لقاء ديال المنتخب الوطني المغربي، لقاءين انتصارين، كيفاش كتشوف الحدود ديالو؟ يعني الحدود ديالو ان شاء الله غادي ان شاء الله على ما يرام مزيان ان شاء الله، وخصهم ان شاء الله يزيروا راسهم شي شويه في هذا كادو فينار ونصف النهائي ان شاء الله، وغادي يكون غير خير ان شاء الله. اكون الخير ان شاء الله، وكنتمنوا لهم ان شاء الله يدوا لنا الكاس. كاس افريقيا اللاعب المحلي، شو الشعور ديالك والمدينه ديالك كتحتضن هذه الدوره الافريقيه؟ يعني فرحانه بزاف، وكنتمنى تربح. وعجبك المنتخب الوطني؟ بزاف، ضروري وبزاف. ماشيين على خطه ثابته، وإلا بقاو ماشيين في هذه المسيره ان شاء الله نحققوا واحد النجاح. حنا فخورين يعني كطنجاوي اولا وكمغاربه ثانيا، يعني فخورين بهذه البطوله هذه، والمباريات كاملين كتحصل من مدينه طنجه، ومباريات كبيره. اليوم حنا جينا هنايا نتفرجوا مباراه ليبيا ونيجيريا، وجينا نشجعوا منتخب الشقيق العربي الشقيق الليبي. وحنا يعني اي مع اي مبادره بحال هذا، واي يعني خصوصا حنا كنا من الشقيق، يكون المنتخب المغربي هو اللي يكون يلعب، يعني تكون عنده شي مباراه ولا جوج طنجه. ومن ناحيه التنظيم كنشوفوا التنظيم جيد، التنظيم رائع، وخصنا حتى مباراه البطوله يكون بحال هذا التنظيم هذا، بحال هذه المسؤوليه تكون يعني متاعه في المسؤولين والامن، يعني وكل صناع قرار يعني على الكره المغربيه يكون هذا التنظيم هذا حتى في البطوله المغربيه. وكيفاش كتشوف الحدود ديال المنتخب الوطني المغربي اللي تاهل لربع النهائي؟ واش يقدر يمشي بعيد في هذه المسابقه ولما لا يفوز بالكاس انت في النظر ديالك؟ نعم، انطلاقا من الاداء اللي قدم مباراتين اوليتين يقدر يعمل شي حاجه في الدور المقبل، خصوصا يعني نعم خصو يعني شويه جديد التكتيك، ودخل يعني الشاوني يعني كاين احمد حمود الداني، ويكون خير ان شاء الله يا ربي. شكرا.